مجلس حقوق الإنسان قام بزيارة إلى عدد من السجون النهاردة، ومنها زيارة سجن أبو زعبل. مجلس حقوق الإنسان دايما بيزور السجون، الحقيقة بقى له عدة أشهر ما قامش بهذه الزيارات، لكن كان في زيارة النهاردة من أستاذ صلاح سلام، من عدد من المشاركين، أعتقد جورج إسحاق، محمد عبد القدوس، راجي عمران، قاموا بعدد من الزيارات. ومن الواضح أنه يعني تعليقاتهم على زيارة السجون النهاردة ما كانتش جيدة. احنا الحقيقة سمعنا عدة مرات تعليقات إيجابية عن زيارات السجون في الفترات الأخيرة، لكن المرة دي يعني ما سمعناه لم يكن أو ما قرأناه من تصريحاته، عشان كده هنحاول ان احنا نستوضح هذا الأمر. أستاذ جورج إسحاق، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد يعني أعضاء الوفد اللي زار سجن أبو زعبل النهاردة، أستاذ جورج مساء الخير. اهلا يا استاذه لميس، ازي حضرتك؟ فندم اشرح لنا ايه مشاهداتكم النهارده على زياره ابو زعبل. احنا طموحاتنا في رعايه المسجونين والسجناء طموحات غير محدوده. طبعا فالنهارده انت شايفه على الفيسبوك وعلى البلاغات للنائب العام وعلى الدنيا كلها ان هناك تعذيب وان هناك ناس، فاحنا رحنا نتحقق من الامر. نحن نريد ان نستوضح الامر للراي العام. نعم. فاحنا التقينا باحمد زياده اللي هو قال انه تعذب وكده وضرب وحاجات كده، وقعدنا مع اربعه اخرين وسمعنا منهم، انهم يعني كان معانا الدكتور صلاح سلام وهو طبيب ومعاه طبيب السجن، وخده في اوضه مجاوره وشاف اثار الضرب على ظهره. لا فعلا اثار للضرب على ظهره. طبعا. فاحنا دورنا ان احنا نرصد هذا ونبلغه للمسؤولين. طبعا. حاجه ثانيه انه التأديب شديد القسوة جدا، يعني المخالفين بيتأدبوا، يعني التأديب موجود في لائحة السجون، ولكن التأديب بالشكل اللي احنا حكوه الولاد كان شديد القسوة، انك انت تقعدي في اوضة 50 في 150، مش انت يعني. الحاجة الثانية انه وجبة طول النهار فقط، انه ما فيش خروج لقضاء الحاجة، انه الاكل رديء جدا، ان الميه مش كويسه. احنا هدفنا ان احنا نقول هذه الحقيقه. طبعا طبعا. انا عايز اقول انه وده دوركم يا دكتور، وده دوركم يا استاذ جورج. طبعا مش هخبي حاجه، وانا قلت لهم كده، انا قلت لهم واحنا في الزياره قلت لهم انا هقول كل اللي شفته بامانه شديده. طبعا. حاجه ثانيه ان الولاد كانوا في حاله ذعر وخوف شديده جدا، فلما قلنا لاحمد ليه انت ما قلتش انك انت اتضربت وكده لما جالك الطبيب؟ قال لي خفت. فاحنا السيد رئيس مباحث السجون وعدنا ان هو الولاد اللي ادلوا بهذه الشهادات لن يقتربوا منهم، واحنا يعني مصدقين هذا الوعد، واعتقد ان الشهاده كانت قويه جدا ووضحت للناس ماذا حدث في سجن ابو زعبل. طيب منتهى الامانه والوضوح. نعم. بيبقى التحرك اللي بعد كده ايه يا استاذ جورج؟ التحرك ان احنا هنكتب، احنا عملنا تقرير مبدئي، احنا عندنا اجتماع في المجلس القومي لحقوق الانسان يوم الاربعاء، هنعرض على اعضاء المجلس، واعضاء المجلس لان ده عمل جماعي مش عمل فردي، ياخدوا القرار اللي هم يروه مناسبة للرد على. بيكون ايه القرار ده مثلا؟ القرار ان احنا بنبلغ ده يا اما نعمل بلاغات للنائب العام، يا اما نوديه لوزير الداخليه، وانا اتمنى ان الرئيس يكون سامع هذا الكلام، لانه فعلا يا استاذه لميس احنا شفنا اولاد 21 سنة و19 سنة ومستقبلهم الدراسي وهم لم يرتكبوا عنفا، يعني كل الحاجات دي ضروري تراعب اسرع ما يمكن. طبعا لان اللي شفناه النهارده، انا اللي شفته النهارده اثر فيا تاثيرا بالغا، بغض النظر بقى يا استاذه لميس عن انتماء السياسة، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على انه بني ادم. فالولاد الصغيرين دول في حاله يرسلها، ولد مثلا من كان طالب في كليه الهندسه رايح من شارع لشارع فطلع ميكروباص، ف طلع واحد مخبر كان هو في التعليم الازهري الثانوي، فنزله وقبضوا عليه وبقى له سنه وست اشهر وهو، كل هذه الحالات يجب ان تنظر بعنايه، ضروري هؤلاء الشباب اللي احنا بنعدهم للمستقبل ان ما يطلعش هو مقروع مجروح وعنده ضغينه وعنده كراهيه، دي مساله ضروري تراعى. هل في قائمه باسماء هؤلاء الشباب يا استاذ جورج؟ طبعا احنا بعتنا 600 اسم، احنا بعتنا 600 اسم. انا عايز اقول لحضرتك كمان في حاجه قضيه مهمه جدا اثرناها، الحبس الاحتياطي. مفيش حبس احتياطي سنه ونص، ما ينفعش.
يعني ده ضروري كل المسائل دي تراعى لتنقية الأجواء. ده ضروري يحصل. صحيح. بشكرك أستاذ جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان، أحد أعضاء الوفد اللي زار سجن أبو زعبل النهارده.